مازال ما شحال تقريبا كان عنده ديال الماشيه؟ سمعت باللي عنده قيله جوج واقيلا ثلاثه يعني قليل. كيفاش جاو هاد البلاصه؟ ويعني صعيب باش توصل هاد البلاصه. شوف هاد البلاصه منسيه، ما كاين لا اناره لا طرقات لا ما لا حاجه، حتى المنتخبين غايبين ما كاينش، كاع منسيه كاع، فهمتيني؟ منسيه. حتى بالنسبه الواحد اللي بغى يمشي يصوب المسائل ديالو شي ورقه ولا شي حاجه، خص يقطع المسافه ديال 60 كيلومتر، فهمتيني؟ حتى لسيدي هي الغرب يمشي للقياده ويمشي للجماعه ويرجع، ويقدر ما يلقاش المسؤولين ويرجع خاوي. الجريمه اللي وقعت اليوم باش المتابعين الكرام دابا حنا على المباشر باش يفهموا، يعني واش هذه الجريمه كتوقع دي الجرائم ولا؟ تقريبا هذه الثالثه، تقريبا وحده وقعت في 87 ما بانش الجاني ديالها، وحده وقعت وقعت تقريبا في 2000 وقيلة، تقريبا في 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 2000 لحد جريمه ابشع من هذه، ابشع اللي حد الساعه ما باش. عاودنا كيف شنو كيفاش لقاو السيد؟ كيفاش السيد مذبوح، فهمتيني؟ مذبوح يعني بدو بزاف طعانات ولا غير الرده؟ مذبوح بحال الدجاج، بحال الدجاج ومفر، فهمتيني؟ مذبوح من كرشو ومن راس، كارثه، جريمه باشعه، فهمتيني؟ واللي كان تمناوه هو يبان الجاني تاخذ العداله مجراها الام تاعها على المباشر. الحاله اللي كتعيشوا فيها دابا صدمه ما عايشينش عيشه مقبله، ما عايشينش عيشه مقبله. شويتي فهمتي؟ وتشويت يا ولدي، ها ولدي ضاع عليا، يلاه كنطالبوا بحقنا خويا الدولي ولادو، الدولي مارتو بهايمو، كلشي الدولي خويا، خلاو الدولي صحتو، الدولي كلشي، الدولي عمرو، الدولي كلشي، خويا الدولي كلشي، ما عرفش حتى ما والو، راه الغيث، راه خويا الغيث، راه فين هو؟ عندو الغيث، ما عندو لا محل، ما عندو حتى حاجه، ما عندو. خويا بينو لي حقو، خويا بينو لي حقو، خويا بغا ينحقو يبان، خويا بغا ينحقو يبان، خويا راه باني على الغيث، ما عندو لا حجر لا والو، راه حالتو ايام، عندو ثلاثة الاولاد. في الصباح شنو بغيتك تعاودي لنا شنو طرا؟ يعني من شكون اللي شافو المرة الأولى مياس؟ شكون اللي اخويا مني شافو الأولى؟ أنا الأولى، كانت غايبة، أنا الأولى، هادي راه عام صيفط ليا جات بنتك، سنايطرة، أنا اللي حضرت عليه. كيفاش طرا؟ عاودي لنا من الأولى. من اللي دخل عليه هذاك أمو، هي هادي أمو، من اللي دخل عليه مجرم، قالوا عطيني البهايم، بغا يسوق له البهايم، ملي ما بغاش البهايم يطلقهم ليه شدوا وضربوا بجنوي، ما كان مغوت، ما سمعوا حتى واحد، ما حد، ما الجوج ديالي، ما الجوج كل عيش، والله لا خرجك واحد، والله واحد لا خرجك، خلى الموز ديالو تما ديك اللي ضربوه، ها؟ جنوي خلاه، جنوي راه خلاه بضربه، مغروزه فيه، صندالة. الله يبين الحق على لا، والله إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه مسكين، ندعو معاه دعاء معاه. عاش الملك، عاش الملك، الله جلال الملك، تبين هذا الرجل حقه. زرويش الله جلال الملك، الله على زرويش. ما هو كما لا هو قهاوي، ما هو تعال لا يمشي قهاوي، ما يمشي تعال، خاطي شغله، بهيماتو خدمتو تيجي بحال هادشي اللي غنقول لكم. الله يحصلهم، الله يحصلهم. هو مسكين فين ساكن؟ متتبعينا الكرام، متتبعي صفحه حمزه منصوري، كما تشاهدون جريمه قتل بدوار ولاد بلعيد، جماعه عامر الشماليه، تابعه لاقليم سيدي سليمان. هذا هو المنزل اللي دخل عليه، المنزل منين دخل؟ اجل باب، اجل باب، المحل ديال صور، المحل هذا شحال بحال هذا، قالوا بيصوروا تاهما، اللي قام بهذا الفعل مجرم، وكنتمناو من العدل تاخذ المجرى ديالها، وكنتمناو المجرم يبان، لان الساكنه اللي ما باش المجرم غتبقى عايشه دائما في خوف. هذه جريمه ثالثه، نقول لكم المستجدات الجديدة، يعني هذا هو المنزل، المنزل جميع المتابعين يرحموا عليه، يعني الناس كما كنقولوا الناس محظوظ،
الرحمه والمغفره له، الرحمه والمغفره له. منين لا لا قتلوهم تعرفوا ما كاع ادري واش ما عندوش كثير كذا مع منهارو نهار في الخرش من نهار في الشمنطر نهار يخدم نهار ما يخدمش قاعد اش عدو هذا الراجل لاش قتلوه اش عدو ما عدو حتى حاجه كذا بكتابو ما عدو ديور ما عدو قال فيه ليش ما عدو هذا قتلوا على بقره بقره وحاجكم حمار علاش عدو شو ما عليهم كاع بتطلب والله بيجينا الحق عاش مولاي الحسن عاش مولاي سيد محمد الساتت عاش مالك بيجينا له حقه تلفون هاد عينها مع الله خرجوا على على وليداتو ثلاثة الوليدات كي غايدير ليهم شكون غايخدم عليهم شكون غايفيدهم شحال كتب لي نفيدهم عيا ام واحد تحيا مورا مرا كبيرة اختو راه كبيرة نسيبتو راه زحافة حشومة حشومة كاع هاد العام الحالة نسيبو شوما يا السيد ديما كنعرفوني درويش كنجي عندو ديما كنجي عندو للدار درويش لا عمرها دار فهمتي واش هادو اللي يكونوا داروا هادشي ساكن هنايا ولا بعاد؟ الله اعلم ما شتي انا ما نقدرش نقول يعني هادشي ما عندكمش ولكن حشومه عليه حشومه على هادشي اللي داروا هاد الناس فهمتي شنو تقول لهذا اللي دار هاد الجريمه هذا شنو تقول؟ اش تقول له الذنب ديال الولاد الذنب ديال الولاد يديه هو شكون الله يديه حشومه عليهم هاد الناس اللي داروا له هاد الحاله حشومه عليهم عيب كاع دابا ثلاثه وليدات شكون اللي يخدم عليهم؟ ثلاثة وليدات شكون يخدم عليه محشومة المرأة تخدم عليه ما تخرج تخدم تقابل مع حد راه عيب اخويا حرام هاد الشيء راه ما عملناش شنو حنا في حياتنا كاع مجرم شهاد ما عملنا محشومة ممنوع هذا المرأة كيتقاتل على الطرف ديال الخبز والناس كتقاتل كتقتل عباد الدار حشومة راه عيب هاد الشيء الناس عايشة في العذاب وزيد تقتل حشومة راه شو هاد السكرة ديالها دخل هاد السكرة ديالها هذا ساكنين هذا هو الصور ديال الراجل مزيان عافاك ساكن السيد متابعينا الكرام كما شفتوا معنا غادي نواصل لكم المسجلات غادي نقول لكم ثبت مراكش الله يستر انا لله وانا اليه راجعون تمنى تدعوا معاه الله مغفره انه مشى مغدور وكما كتشوفوا حنا ما كنبغيوش حتى واحد يمشي لان الانسان يمشي يعني ما دار والو بغاو يسرقوا لانه كيعيش حياه بسيطه كما كتشوفوا هما يعني يعني فين كيسكن يعني الانسان بسيط ما عندوش زعما شي حاجه اللي كبيره اللي غادي يقتلوا عليها يعني مشى ضحيه ان لله وانا لله وانا اليه راجعون السيد كله درويش لا عمره دار ما كيخرجش كاع من داره فهمتي والله الا حشومه ما عمر عمرك تدري سمعتي صداع صداع ديالو ولا هضرته ولا راه والله تحشوم عيب هادشي راه حبيبي عاد درويش ما تيخبش ما تيدبش خدام على كتابو فرقو الله يجعل تقلد هذوك الوليدات عليه كيما يتموه الله يجعل ربي يتمهم الله يجعل ربي تبان العلامه الله يجعل ربي تبان العلامه الله يجعل ربي تبان العلامه كيما هما يتموه وخلاو هذوك البنيات وخلاو هذيك المراه عاد درويشه وبتعمنا وبتقبيلتنا ما عمرنا شينا على شي حاجه الله يجعل ربي ياخذ بها